موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب فضل العتق، يعني يقصد عتق العبيد والمماليك، وهم الذين يكونون تحت الإنسان من عبيد ورقيق، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والرق والعبودية وجدت في الدنيا قبل الإسلام، ووجدت في الأرض قبل الإسلام، نتيجة للظلم الذي وجد في الأرض والجور الذي وجد في الأرض. فاستعبد الناس بعضهم بعضا، فلما جاء الإسلام رشد هذه الظاهرة، رشدها يعني وجهها توجيها صحيحا، ولم يلغها الإسلام. وهذا خطأ شديد جدا وقع فيه بعض يعني الناس من المعاصرين، كالشيخ سيد سابق رحمة الله عليه، يعني صاحب كتاب فقه السنة الشهير، وبعض الناس المعاصرين، أنهم قالوا الإسلام جاء ليقضي على الرق والعبودية. هذا خطأ، وإلا هناك باب باقي لا يتوقف أبدا في الرق والعبودية. والإسلام يقر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو الرق من جهة الجهاد، من جهة الجهاد. يعني الإسلام جاء وجد الرق في الأرض، فابتداء تعامل مع هذه الظاهرة تعاملا رشيدا. فلو قال للناس اخرجوا عن هذا كله، لا ربما عصى الناس أموال، اللي عنده عبد وعنده اثنين وعنده أمة واثنين وأكثر، ده مال، هو اشترى هؤلاء بمال. فنقول لهم ارموا أموالكم هذه، هذا الأمر ربما يكون سببا في صد الناس عن الإسلام. ثم العبيد هؤلاء والرقيق، كثير منهم صار لا يتحمل حياة العتق المفاجئ. سيده خلاص اتعود على انه بياكلوا ويشربوا ويعيشوا وكذا ونحو ذلك، فرشد الاسلام هذه الظاهره، جعل الكفارات كلها مقترنه بعتق الرقاب، جعل مساله عتق الرقاب من البر والاحسان الذي يؤديه الانسان، فكل الكفارات تقريبا فيها عتق رقاب، ورغب في اعتاق العبيد وتحرير العبيد والرقيق، لكن لم يلغي هذه الظاهرة أو هذا الأمر إلغاء تاما أو كليا، لا، بل هناك باب باقي إلى أن يرث الله الأرض من عليه، وهو الرق الحاصل نتيجة الجهاد. الرق كان له مصادر كثيرة قبل الإسلام، فيها ظلم، يعني السرقة والاعتداء على الأعراض والناس، كانوا بعض القراصنة يسرقوا الناس ويأخذوا الناس ويبيعوهم، فالإسلام جاء رهب من هذا، فمن باع حرا فأكل ثمنه عذب به في النار أو كلمة نحوه. لكن الإسلام في ذات الوقت رشد الظاهرة، وفي ذات الوقت أبقاها في جهة الجهاد. طب الجهاد إزاي يعني؟ إذا قاتلنا الكفار وأصروا على قتالنا، فإن هؤلاء يحاربون الله ورسوله ويقتلون المؤمنين، فيشرع لنا قتلهم والنكال بهم لإعلاء كلمة الله في الأرض ولمنع الكفر والظلم الذي يفعلونه. فعندما نلتحم بهم ونقتتل بهم، فأحيانا تكون هناك نتيجة الالتحامات والقتال دخول وغزو، فيحدث أن يكون هناك نساء وذراري عندهم نساء وذراري، والنساء والذراري نحن نهينا أن نقتلهم إلا أن يقاتلوا، فعند ذلك نأسرهم، بيكونوا أسرى عند المسلمين. والأسير كان في الأمم السابقة كان بيهان إهانة على أشد ما يكون ثم يقتل. أما في الإسلام فجعل للأسير أربعة أبواب، بمعنى أن إمام المسلمين أو حاكم المسلمين يتعامل مع الأسير بناء على واحدة من هذه الأربعة. انظروا، الأمم كلها كانت تقتل وتعذب، فالإسلام جعل أربع حاجات، منها القتل والنكال به لو كان مجرم حرب وأسرناه،
يسع القائد المسلم أو إمام المسلمين يقول اقتلوه، نكلوا به كمان، إن ممكن يكون مجرم حرب، يعني شبع نكاية في المسلمين، فيقوم يقتل عشان نرهب غيره، ما يعملش العملة بتاعته. أدي أول واحد. الشاهد يعني أن هناك أربع تصرفات للإمام، إنه يقتل أو يمن كما قال الله عز وجل، إما فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، إما أن يقتلهم وإما أن يفدي، أدي من قد قتل ومن وفداء، أدي ثلاثهم، من قتل ومن وفداء، قتل معروف، من يعني إيه؟ أنه الإمام المسلمين يرى أنه يطلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسرى يعني المشركين يوم الفتح، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فمن عليهم بذلك تأليفا لقلوبه، وجد مصلحة في ذلك، وإما فداء كما فعل يوم بدر، خد ثمنهم من المشركين. الرابعة بقى الاسترقاق، الاسترقاق إنه ما قتلناش، ما منناش، ما أخذناش فدية، نسترقه. الإمام المسلمين يجد إن المصلحة في استرقاقه، يتحول هو من حر إلى عبد في بيوت المسلمين، فيقوم يعيش حياة المسلمين، وده باب لتأليفه على الإسلام، لأنه هذا الإنسان لما يعيش في بيوت المسلمين سيرى الإسلام فيبما يسلم، وده من سبيل تحريره، لأن الكفارات فيها عتق رقبة، الإسلام يرغب في عتق الرقاب ونحو ذلك، وده حصل في الإسلام كثير جدا، كانوا الناس بيؤسرون من الكفار ويعيشوا عند المسلمين ما بيعودوش كتير، ونجدهم أسلموا ونجدهم عتقوا بعد ذلك، وإلا أمهات المؤمنين، ما منهم صفية رضي الله عنها بنت حيي اليهودي، يهودية كانت رضي الله عنها، فلما أسرت في الحرب تزوج أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وجعل عتقها صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالإسلام جاء يرشد هذه يعني الظاهرة، ولذلك قال باب فضل العتق، فضل العتق، يعني الإسلام بيقول لأتباعه اعتقوا الرقاب. قال وذكر في هذا الباب آية وحديثين أو ثلاثة أحاديث، لا حديثين. قال الله تعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، أي هذا الإنسان ربما يقتحم العقبات ويوقع نفسه في النكبات وعنده أبواب خير، ومن هذه الأبواب فك الرقاب. فك الرقاب يعني ماذا؟ تحرير العبيد. فهذه الآية فيها الحث على تحرير الرقاب لوجه الله سبحانه وتعالى، أو الإعانة على ذلك، أو الإعانة على ذلك. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق النسمة وفك الرقبة، اعتق النسمة، النسمة يعني النفس، وفك الرقبة. فقالوا يا رسول الله أليست واحدة؟ هي مش اعتق النسمة وفك الرقبة مش شيء واحد؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. إن عتق النسمة إن أنت اللي تحررها لوحدك، مالك كله تحرر بعبد، وفك الرقبة إنك تشارك، لأن ممكن أنا ما كنتش قادر على ثمن عبد أعتقه، يوم أنا وغيري ونشترك مع بعض ونروح نعتق عبد. فهذا فيه الترغيب في اعتاق العبيد وعظيم فضل ذلك. وذكر يعني في الباب حديثين، الأول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه في النار حتى فرجه بفرجه. قال متفق عليه، من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. فالحديث فيه بيان فضل العتق في الجملة،
وفيه أفضلية عتق الأصحاء، الأصحاء السالمين من العجز والأمراض ونحو ذلك. يعني لو جي أعتق عبد أعمى مثلا، ده أقل أجرا وفضلا من العبد البصير. لو أعتق عبد مثلا مشلول عاجز هو خير، لكن اللي أعظم منه العبد المكتمل الصح. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعتق الله بكل عضو منه وعضوا منه في النار. لو العبد ده مشلول يبقى ملوش رجلين، أو مقطوع الرجلين أو مقطوع الإيدين، يبقى اللي هيعتقه هيبقى فيه نقص في الأجر. مش معناه نسيب العبد ده، لا هنعتقه برضه، لكن هذا فيه ترغيب في اعتاق العبيد بكل يعني القدرة. واختلف العلماء في مسألة وهي الأفضلية في الاعتاق، الذكور أم الإناث. الأقرب والله أعلم اعتاق الذكور، لأن الرجال أعلى ثمنا دائما من الإناث، ولا سيما إذا كانوا أقوياء، إذا كانوا أقوياء وصناع وحرفيين. فالعبد اللي هو قوي شاب لسه ثمنه أعلى من العبد العجوز، العبد الصنايعي ثمنه أعلى من العبد الجاهل ما يعرفش صنعة، العبد اللي هو يقدر يقاتل ويجاهد أفضل من العبد اللي ما بيعرفش يقاتل، وهكذا. ولذلك قالوا إن اعتاق الذكور أفضل، اعتاق الذكور أفضل. ثم قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال متفق عليه. قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وهذا أشرنا إليه أن الحديث فيه بيان فضل العتق ابتداء، وفيه بيان فضل عتق النفيس من هذه الرقاب. كل ما تكون الرقبة نفيسة يبقى الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. العبد ده عامل مال، عامل زي ما يكون مثلا يعني إنسان لو تصدق مثلا في سبيل الله، مثلا تصدق بدبابة غير اللي تصدق بسيارة، دبابة إمكانياتها أقوى مثلا. العبد القوي زي الدبابة كده، العبد الضعيف زي السيارة العادية مثلا. فكل ما زاد يعني قدرة العبد وتمنه أكثر وكان نفيس، كل ما الأجر عند الله يكون أعظم. فالقدر يعني من هذا الحديث يؤخذ أن الأجر على قدر البذل، الأجر على قدر البذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر مشقتك. فده أجرك على قدر المال اللي هتنفقه. كذلك الإنسان لما يروح الحج مثلا، كل ما ينفق في سبيل الله فهو له به أجر. يعني بعض الناس مثلا بيتصور ان حد لما بيروح يحج او يعتمر ويقوم يركب مثلا طيارة فاخرة وياخد فندق 5 نجوم ان ده نوع من الترف. لا ابدا، دعه يفعل كله في سبيل الله. يقول لك ما هو رايح يحج ويعتمر يعني لازم يقعد في 5 نجوم؟ جزاه الله خير الجزاء، عنده مال ويبذله في سبيل الله. فنقول له لا تفعل، هو الراجل ده هيعبد ربنا أحسن لما يقعد في مكان نظيف. خليه، وده بذل ماله وهو بيعبد ربنا، خلاف واحد تاني راح قعد فيه والعياذ بالله، راح المباراة بتاعت الكورة ولا راح قعد مش عارف في 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 بتاع أغاني ولا مسرح ولا 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 راح مش عارف مثلا أوروبا ومصايف وكلام إيادة. فهذا بذل في سبيل الله. نعم، فالأجر على قدر البذل بإذن الله تعالى. وفي الحديث إشارة إلى فضل هذا العمل العظيم وهو عتق الرقاب، إذ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين الأعمال الفاضلة كالجهاد في سبيل الله. نقف على باب فضل الإحسان إلى المملوك.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.